الثمامة راح ينصبغ باللون العنابي وبإذن الله بيكون فال خير على قطر والزيوران لتحسين المراكز والأوضاع. هولندا والإكوادور على بطاقة التأهل، وفي الأخير راح نشوف إنجلترا وأمريكا الفائزة بالسداسية قدام أمريكا اللي تعكرت معاهم من خلال جارث بيل في الدقائق الأخيرة. مساكم الله بخير يا جماعة، بلش الجد، خلاص انتهت مرحلة المباريات الاستفتاحية اللي من المفترض كل الفرق تبحث عن 3 نقاط. الآن اللي دخل في دوامة ترتيب المراكز و3 نقاط المفقودة بيعوضها في اللعبة الثانية. لا تنسى أيضا اللعبة الأخيرة في المجموعة راح تكون كلها في نفس التوقيت، فالأمور أصبحت لعبة كراسي. أتوقع إيران من أسوأ المنتخبات الآسيوية، تلقينا الدرس يعني في المباراة الأولى أمام ويلز اللي قدرنا يعدل الوضع في الدقائق الأخيرة مع أمريكا، وعنده فرصة جيدة أنه يعدل الوضع، خصوصا المنتخب الويلزي لغاية الآن ما كان مقنع، أداء غير جيد. فأتوقع أن المنتخب الإيراني فرصة جيدة أنه يحصل من الصورة اللي ظهر فيها المباراة الأولى، وهذا يعني يعطي دافع للفريق الإيراني. ملعب الثمامة، وما أدراك مع ملعب الثمامة شنو راح يصير فيه يا سمير. إحنا نقول يا الله يا رب، يعني قطر منتخب خليجي ومشاركة أولى، وتكون فال خير إن شاء الله تتعوض عن المباراة الأولى إن شاء الله. شوف الروح اللي انبعثت من بعد مباراة الأرجنتين والسعودية، أتوقع نشوف يعني نتائجها على المنتخبات العربية. شفنا منتخب تونس والمغرب قدم أعطاءات كبيرة جدا، أتوقع إن شاء الله المنتخب القطري سيكتسب هذه الروح القتالية والأداء المتميز إن شاء الله في المباراة. هذه المباراة لا تفرق قسمة على اثنين، اليوم أنت المستضيف والجميع الآن خلفك إن شاء الله، كل العرب راح يكونون خلف قطر بإذن الله، محتاجين فقط تركيز. اليوم طبعا يمكن التشكيلة أو 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 نظام اللعب قد لا يتغير إلى حد ما بالـ3-4-1-2، يعني فيليكس سانشيز أتوقع يبحث عن نفس النهج، لكن الآن محتاج شوية جرأة أكثر، التقدم من الأمام. لازم تعطي فرصة حق المعز علي وأكرم عفيف إنه يتواجدون في مناطق 18 بشكل قريب، بحيث إنه يقدرون يخلقون فرص حق نفسهم، يقدرون يهددون المرمى، وهذا ما راح يكون إلا من خلال الخماسي اللي في خط الوسط، لازم يشتغل صح إذا كان همام أحمد أو بدرو على الأطراف، وأيضا عبدالعزيز حاتم وكريم بضيف وأيضا حسن الهيدوس لازم يكونون في مناطق أعلى في افتكاك الكرة وتسليم الكرة حق المهاجم. شيلات خليجية عربية لابد إنها تهز ملعب الثمامة منها عشان تعطي السبورت حق منتخب قطر لتحقيق 3 نقاط. بدون شك المؤازرة راح تكون موجودة من الجماهير القطرية، جماهير الخليجية، جماهير العربية. بدون شك ان الفريق راح يدخل بضغط، ولكن انا متاكد ان الفريق القطري راح يظهر بظهور جيد يعكس الصوره اللي ظهر فيها المباراه الاولى. ما عندنا شك ان الفريق القطري يملك الامكانيات، يملك الدعم، يملك كل الامور اللي يعني تعطي افضليه للمنتخب القطري. ان شاء الله باذن الله انه يظهر المنتخب القطري ويقدر يحقق 3 نقاط باذن الله. لكن السنغال هم ترى بيعوض، اكيد ما نختلف انه بيعوض، لكن هو الان امام ضغط ايضا، صاحب الأرض وصاحب الجمهور وعنده رغبة من المفترض أن تكون أكبر. منتخب السنغال لم يظهر بالشكل المطلوب أمام هولندا، لكن عنده بعض مواطن القوة خلال المباراة، القوة البدنية، التحامات والثنائيات، زائد أنه عنده دائما الكرة الطويلة مكتسبة من خلال الكرة الثانية بصعود الفريق بشكل متميز، لكن ما شفنا أيضا جودة الإنهاء، وهذه فرصة حق المنتخب القطري للاستفادة من التحولات والاستفادة من ممكن المساحات اللي تخلق خلف مدافعين المنتخب. هولندا والإكوادور يفترض أن اللي يفوز راح يريح في الجولة الثالثة، بحيث أنه راح يكون أول المتأهلين. صحيح، ولكن مستوى الفريقين متقارب باستثناء نسبة الاستحواذ اللي يتميز فيها المنتخب الهولندي. منتخب الإكوادوري فظهر لنا فريق منظم، فريق يعني ما يعطي مساحات في الملعب. بدون شك ان الافضليه تصب المنتخب الهولندي، ولكن اعتقد ان المنتخب الاكوادوري راح يكون نت صعب على المنتخب الهولندي. نعم، انجلترا وامريكا، انجلترا بالسداسيه وامريكا 3 نقاط بالطول او بالعرض. في تشابه بينهم على مستوى الافكار او على مستوى عقليه اللاعبين، اللاعبين اللي لعبوا في منتخب امريكا لعبوا في الدوري الانجليزي، وهذه ايضا المنتخب الانجليزي اغلبهم يعني موجودين في البريمير ليج، لم يحترفوا خارج البريمير ليج، فبالتالي يمكن الافكار وطريقه النهج معروفه للفريقين. يبقى الان فوارق على مستوى التركيز، على مستوى استغلال الفرص، لان اكيد الفريقين يلعبون بنفس النهج، نهج الدفاع المنطقه ثم التحول والاعتماد على سرعات الاطراف الموجوده في الفريقين. اتوقع بوجهه نظري المنتخب الانجليزي يمتلك الافضليه على ما عطفا على ما قدم المباراه الاولى. الجماهير فعلا عاتبتكم، لكن من باب المحبه، نتمنى هذا العتب ان شاء الله يوصل حق لاعبي المنتخب القطري، ونشوف استاد الثمام ان شاء الله مليان باللون العنابي اللي راح يفسر لنا ان شاء الله فوز قطر الاول في مونديال 2022 وتحقيق النقاط 3 الاولى باذن الله. الفوز العنابي، وتكون عندنا احتفاليه ان شاء الله من خلال بودكاست اريد الكويت، نحتفل وياكم ونشارككم، لان فوز قطر
هو فوز العرب جميعا. نشوفكم على خير.